احنا من ضمن أنشطة مشروعنا مشروع خدمات المراعي للفارق بين الجنسين والخدمات المتعددة للقطاعات، طبعا بتمويل مؤسسة أرض الإنسان سويسرا بالشراكة مع تنفيذ جمعية منتدى التواصل. احنا من ضمن أنشطة المشروع كانت في عندنا حملة ضغط ومناصرة اسمها حملة الخاتم الكبير، كان الهدف منها هي التوعية والنهوض في فكرة الزواج المبكر والحد منها بزواج القاصرات. طبعا الحملة جاءت ممثلة بمجموعات شبابية متطوعة وفاعلة في المجتمع الفلسطيني وجمعية منتدى التواصل ضمن المشروع. طبعا الحملة سعت لتسليط الضوء على الآثار السلبية لتزويج الأطفال وزيادة الوعي المجتمعي تجاه طبعا خطورة الموضوع هذا، وتحشيد المجتمع المحلي والمؤسسات الحقوقية من أجل الضغط على صناع القرار في المحافظات الجنوبية في قطاع غزة من أجل إصدار قرار واضح يمنع وينص على اللي هو تزويج الأطفال في دون سن ال 18 سنة. طبعا الحملة كانت في لها أدوات ممنهجة وعدة أدوات استخدمناها في الحملة، كانت في عنا جداريات، كانت في عنا ورقة موقف صدرت عن جمعية منتدى التواصل، كان في فيديو استطلاع رأي للشارع حول آراء الناس بفكرة الزواج المبكر مع أو ضد، كان في عنا عريضة إلكترونية على دنيا الوطن لمدة شهر كامل حملة توقيع، أيضا كانت في عنا حملة توقيع أيضا ورقية على الوجهاء والمخاتير والمؤسسات وصناع القرار في المجتمع الفلسطيني. طبعا الحملة بمجملها استمرت شهر ونص تقريبا وما زالت مستمرة، لا ما زالت حملة توقيع مستمرة. طبعا بنسعى من خلال هذه الحملة إنه إحنا نضغط على صناع القرار في إنه الحد من موضوع الزواج المبكر، أيضا نص قرار حازم على أساس إنه يكون في خلص زواج مبكر ما دون السن 18 سنة. التحديات صراحة واجهتنا خلال اللي هو ورشات عمل صارت لها مع وجهاء ومخاتير، أيضا عندنا الجداريات اللي تم رسمهم على جدار المدرسة الثانوية للبنات، كان في اعتراض من أحد المارة وكذا إنه كان متشدد على الموضوع وإشي. مخرجات الحملة طبعا في حملة توقيع لمينا تقريبا عدد كبير، تقريبا 10,000 توقيع تم للحملة. شغلة تانية العريضة الإلكترونية أيضا صدر عنها 1340 توقيع. عندنا ورقة موقف صدرت عن الجمعية وتم نشرها وتعميمها على مؤسسات المجتمع المدني والمؤسسات الحقوقية، أيضا المجموعات الشبابية الفاعلة المتطوعة في المجتمع. أيضا كانت في حملة تغريد تحت وسم الخاتم الكبير، أيضا كان تقريبا 8,000 تغريدة عليها ومشاهدات وصولية. سبب طبعا تسمية الحملة الخاتم الكبير إنه إحنا في المجتمع الفلسطيني بنشوف إنه سن الزواج ما يعني مرشح من 14 ل 15 سنة، خلص الصبية بتكون معرضة للزواج بهذا السن ومنتشر هذا الإشي صراحة. فالخاتم كبير لأنه الخاتم كبير، خاتمة مسؤولية، زواج بيت مسؤوليات وكذا، فهذه أم طفلة أم طب 15 سنة شو راح تعرف بالمسؤوليات هذه بالآثار المترتبة على الزواج المبكر. فإجت الحملة من هذا الباب. إحنا راح نكمل على هذا الإشي، راح يكون في عنا تقرير صحفي فيلم فيديو انفوجرافيك راح يكون على يتبع للموضوع على قانون حماية الأسرة مع دمج الزواج المبكر في الموضوع. يعني أكثر من إنه مؤسسات نسوية، مؤسسات قاعدة، مؤسسات حقوقية تحكي بالموضوع هذا، قوانين إنه إحنا نكون يعني داعمين وضاغطين على صناع القرار والحكومة وقاضي القضاء على أساس إنه يكون في ردع لهذا الموضوع، إنه يكون في رفع لسن الزواج.